بات الدمار هو المشهد المعتاد في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، لكن هنا في مخيم بلاطة وعلى مدار الأيام الأخيرة يتعرض المخيم للاقتحام والمداهمة في كل ليلة. في كل ليلة يدمر الاحتلال منطقة من مناطق المخيم، ولربما كانت الليلة الأخيرة تحمل الدمار الأكبر. هنا نرصد حجم الدمار الناتج عن تفجير عبوة ناسفة في واحدة من آليات الاحتلال، إضافة لاستهداف المخيم بطائرة انتحارية مع ساعات الفجر الأولى. هنا يحاول موظفون تابعون للجنة خدمات المخيم إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا الطريق الذي تعرض لهذا الانفجار الكبير، وهناك سنرصد الحفرة الكبيرة التي أحدثها الانفجار، ولكن على جانبي هذا الطريق الرئيسي في المخيم نرصد آثار الشظايا وتناثر الزجاج والدمار الكبير على واجهات المحال التجارية وعلى جدران المنازل، كما نرصد في الصورة هنا آثار للشظايا حفرت جدران واجهات المنازل الرئيسية. هنا نرصد هذه الحفرة الكبيرة. سأتحدث مع عصام رياحي. عصام هو رئيس لجنة الخدمات الشعبية هنا في مخيم بلاطة. عصام، الدمار صار مشهد يومي معتاد. احنا في الفترة الأخيرة يعني الاقتحامات صارت شبه يومية. اليوم صباحا قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة محاور، كان أبرزها المدخل الرئيسي للمخيم. قامت بتجريف البنية التحتية والاعتداء على ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية، إضافة إلى بعض أسوار المنازل الموجودة في شارع السوق. الاحتلال ما اكتفاش في تدمير شارع السوق، بل توجه لحارة الحشاشين اللي دمر شوارعها يوم أمس، أعاد الكرة اليوم في شارع الحشاشين، قام بتجريف البنية التحتية، اعتدى على محلات المواطنين ومن ضمنها مول العراشي اللي تم هدمه أكثر من 5 مرات خلال الأشهر الأخيرة. طبعا قامت الدرونات الانتحارية بتفجير جزء منها في دخلة حارة الجمسين، علما أنه يوم أمس في الاقتحام فجرا تم تفجير ما يقارب 5 طائرات انتحارية داخل المخيم. ست الربنا طبعا حمى الشباب، إلا أنه الأضرار في الممتلكات كبيرة. إحنا صرنا نعاني بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية على المخيم، أسوة بباقي المناطق الفلسطينية وعلى رأس أهلنا في قطاع غزة. مخيم بلاطة على قائمة أبرز الأماكن المستهدفة بالتدمير بالتجريف، والاحتلال يستخدم كل الاستراتيجيات العسكرية المتاحة لمواجهة هذا الشعب الأعزل، إما بالقصف عبر الطائرات المسيرة أو الطيران الحربي أو تفجير الطائرات المفخخة، هذا إضافة للتجريف بجرافات عسكرية إما مدولبة أو مجنزرة. كل هذا يستخدمه الاحتلال في مواجهة مقاومين يحملون أسلحة يدوية يتصدون من خلالها لاقتحامات الاحتلال. كل هذا يأتي في مخيم بلاطة خلال الأيام الأخيرة بشكل متواصل ويومي، وأيضا في عموم مخيمات شمال الضفة الغربية التي بات الدمار سمة بارزة في شوارعها ومنازلها. من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.